عملية الرد ستكون منسقة بين إيران ولبنان والعراق واليمن، وهذا ما يربك منظومة الدفاع الإسرائيلية. يعني منظومة، صحيح أن إسرائيل الآن تمتلك منظومة دفاع واسعة، تبدأ بالقبة الحديدية، آرو، مقلاع داوود، باتريوت، والمضادات الكلاسيكية. ولكن رغم كل ذلك، في تصوري أن الثغرات كبيرة في هذه المنظومة، وحزب الله خلال الفترة الأخيرة أظهر عيوب هذه المنظومة من خلال مسيرات الهدهد التي ذهبت إلى أقصى فلسطين وصورت كل بنك الأهداف، وكذلك المسيرة التي استعملت من قبل أنصار الله والتي ضربت. فبالتالي داخل الكيان اليوم مكشوف لجبهات المقاومة وقادة هذه الجبهات لاستهدافها بأي وقت، وحتى يكون الرد أكثر قوة وحسما وقاسيا مثل ما وصفه الإمام الخامنئي. نعم يعني الآن، يعني أولا ما تملكه إيران ويفوق ما هو موجود لدى محور المقاومة، وإن كانت محور المقاومة يتشارك فيما يملك، ولكن ما أريد أن أقول أن إسرائيل لم تستطع أن توقف الكثير من المسيرات، حتى أن يعني أجهزة الإشعار وصافرات الإنذار لم تعمل أمام كثير من المسيرات التي الانقضاضية التي استعملها حزب الله. كجزء يعكس أن الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يصمد أمام هذا الهجوم.